فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شهر محرم كاملا، هل يصام ولماذا سمي بالمحرم وما هي الأشهر الحرم؟ شهر المحرم شهر معظم، وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة سرد، وشهر رجب شهر فرد. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أي حرم الله فيها القتال، وهي هذه الأشهر ومنها شهر المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو الذي تدعونه المحرم. ظاهر الحديث أنه لا بأس أن يصام كاملا، أو يصام غالبه وأكثره، وأكده التاسع والعاشر، فيه يوم عاشوراء، يصام يوم عاشوراء ويصام يوم قبله ويوم بعده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.